الضوء يحصل كل ده في مصر مش مرحبا بكم، مرحبا بقدامكم، الله نجيكم من مصايب الزمان، الله يبعد عليكم البلاء. واش هي اللي صيفط ليكم ورحم الخميس اللي رت لينا الدوله ما بقات نصرانيه ولا يهوديه، وانتم الله يهديكم، الله يهدي عليه الشعب وحيا السلطه اللي راه رحمت الدوله. هاد المدينه ولادي واه من زمان من اللي جا الخميس الله يرحمه، رانا غير نخدم غير مع المينيت فيلمي انا طيوريه كلشي دابا واش راح تصافي عييت الايمان الحج الله يحفظك الايمان الله يحفظك اسمع اولدي اللي طلبتي عند الله تصيبي بركة الله ورسول الله مكان الرسول بركة الله وبيت الله وسيدي شفي بجبل كاين الظاهر انها لم تخلق عندهم شي طقوس منافيه للمساله ديال العلم، كانت الزاويه ديال الشفا زاويه خالصه للعلم، وهذا الشيء كنهضروا عليه في القرن التاسع الهجري والعاشر الهجري. بالنسبه لسيدي عبد الجبار الشرفاء الادارسه اللي جاوا على شكل رحيله بن الفقيك، ما كيخفاش علينا في التاريخ انه ابو العافيه كان يشن واحد المجموعه ديال التقصير في حقيق الشرفاء، ومن بين الشرفاء من بين الرحلات اللي جات لهنايا جات الرحله ديال سيدي احمد بن موسى، وهناك من يعدها من الرحله السابعه والثامنه، على اساس هناك 12 ديال الرحلات اللي جاوا لهنا لفيكي. الروايات تختلف في ازدياد سيدي عبد الجبار رحمه الله، هناك من يقول انه ولد هنا في فيكي، وكاين اللي كيشوف لانه جد فاس، على اي هذه المساله كتبقى خاضعه على المؤرخين وداك الشيء. بالنسبه لسيدي عبد الجبار احنا اللي كنشوفوا الحياه ديالو، الحياه ديالو هو سخرها طالبا ومطلوبا للعلم، كانت عنده زيارات متعدده لبلاد الحجاز، بلاد الجزائر، تلمسان على الخصوص، ليبيا، تونس، وكذلك الحج ديالو كذلك. ويكفيكم انه واحد يعني واحد اللطيفة عنده انه احد ابنائه جاب واحد حمل بعير، واحد 40 حمل بعير جابها له بمحو الاخر، فرفض تلك الحمولة على اساس انه باش يرجع ولده يجيبها كتب ويجيب واحد اخر نفائس ديال الكتب اللي كانت كتضاهي بها الزاوية ديال سيدي عبد الجبار او خزانة ال سيدي عبد الجبار، كانت تضاهي المكتبات على الصعيد يعني في الغرب الاسلامي. وكذلك من بين الفتاوى التي هزم فيها الامام جليس بن عبد الجبار انه استطاع ان يهزم عطيه الاندلسي، واحد الاندلسي هذا كان في بلاد الاندلس، انه كانت واحد نازله فقهيه استطاع سيدي عبد الجبار يعني بحنكته ويعني بتعمقه في هذه الامور ديال الدين انه باش يدير في الاخر. القضيه ديال سيدي عبد الجبار انه كان بارعا وبارزا في عده علوم، كان في علوم الدين بما فيها علوم القران وعلوم الحديث والتفسير، كان علم البيان في البلاد، بعض المرات كانت واحد اللجنه ديال الاوقاف انهم لقاو شي اوقاف كذلك في الطب، يعني هذا كيدخل حتى في المساله اللي كانوا كنا اللي قرينا فيها مثلا قرينا على ابن الهيثم ولا جابر بن حيان كنلقاهم موسوعات انهم كيهضروا في جميع ديال هذا الشيء. وكذلك المسؤول الطارح كنشوف في الناس الطب عندها سامع ماريه يعني نموذجيه، وهي اللي على شكل كذلك في الشكل ولا في النموذج ديال القبه ديال مولاي يونس رحمه الله. وكذلك عندنا كذلك هذا سميتو هذا الشكل اللي هنايا سميتو
ارابيسك لابو نسميوه هذاك الشكل راه واش من نوع مشمش ولا الرمان؟ القشوطيلا صافي وكاين عاوتاني كانت عاوتاني واحد التقاليد بالنسبه للالس ديال الجبار انه كي كيوقع اللباس هذا اللباس اللي هنايا كانت تكون بحال على شكل واحد السنه كانوا يتبعوها الناس وكانت كيكون فيها الذكر ديال الله سبحانه وتعالى الى غير ذلك وكاين كذلك هذا الاعلام كذلك من الوقت ديال سيدي عبد الجبار يعني كانت اعلام وهذا الاعلام كيسميوه الاعلام ديال السلام ولا الاعلام ديال الصلح لا يخفى ان هاد القبائل اللي كتعيش في كيك لا في كيك اللي راه كانت ازيد على 17 قصرا اكثر من 17 قصر ودابا بقات لنا غير 7 ديال القصور هذا يعني ان كانت القدم انه كان هناك واحد النوع ديال التكالب واحد النوع ديال التحرم وهناك بعض القصور التي دمرت ولكن اولياء الله دابا نسميهم ولا الال الفضل على هذا المجتمع ككل انهم كانوا يحاولوا انهم باش يخفوا هذا يعني هاد الازمات وداك الشيء بحنكتهم وبالاخر والدليل على ذلك انه كاين الناس مدفونين هنايا مثلا تعرف بشد كذلك وكذلك حاجه باش نزيد على الاخوان انه كاين طارق ديال سيدي عبد الجبار اللي داخل الزوجه ديالو كاين ابناء ديالو بجوج كاين سيدي احمد وسيدي محمد اما الابن الثالث اللي هو سيدي ابراهيم الذي ترك يعني اعطى واحد العطاء ديال ما يزيد عن 30 سنه هنا في يعني في الغرب الاسلامي انه رحل بلاد السودان وبالضبط توفي في تجيني وكيتقابلوا تما موسم في تجيني وتعد خزانته من اعظم الخزانات في العالم الاسلامي وكذلك بالنسبه لهذا الهجره ديال سيدي ابراهيم بسبب علاش مشى سيدي ابراهيم تيجي علاش مشى لبلاد الاخر بسبب قتل صديقه وهو سيدي عبد الحق السكوني اللي كيتسمى شهيد القضاء اللي عندنا هنا في كيك عبد الحق السكوني اللي كينتمي كذلك القصر الدوداري بما فيه من صله والاخر لان كاين علاقه كذلك ما بين الاخر بالنسبه للحاجه الاخرى يعني كانت كتسلم عاوتاني الاجازات وسيدي عبد الجبار كذلك كتسلم اجازات من علماء يعني مرموقين بحال القنصابي بحال كان محمد بن عبد الكريم المغيري في علم البيان والتبيين وهل ومجرى يعني مجموعه ديال العلماء كاين مجموعه عاوتاني ديال العلماء بحال ابو سليم العياشي وغيره بالنسبه للناصري مجموعه ديال العلماء كذلك في التاريخ وفي التاريخ لا في الدين انهم كلهم توافدوا الى هذه الزاويه وهناك كما كتب الاخ سي بن علي محمد بن علي بوزيان اللي كنعتبره كذلك من الكتاب المعاصرين اللي كيكتب يعني فات التاريخ بالاضافه للسي العربي الهلالي بالاضافه للسي محمد عابد الجبيري فيلسوف دولي ديال النار كيرتخلوا به جميعا بالنسبه للاخ سي بن ناصر الجبلاوي ان مجموعه ديال الباحثين وهناك كذلك طلبه كيبحثوا في هذا التاريخ اذا الا ان الحاجه اللي حاضره كتبان قليله واللي غايب علينا بزاف علاش؟ لان المخطوطات كنلقاوها في واحد المجموعه ديال المكتبات العالميه كنلقاوها مثلا في موسكو كنلقاوها كذلك في المانيا وكان واحد اللقاء ديال جاك بيرك مع سي عابد الجبيري اللي كان في الولايات المتحده انه كانوا عاوتاني من جهته كاين شي نفائس ولا مخطوطات على سيدي عبد الجبار اذا هذا كله باختصار واحوي الكلمه للسير